هلا احنا قلنا، قلت لي بمرحله معينه دكتور، وانت عم تحكي شدني انه انت عم بتقول في عنصر جينات بالمرض، نعم، يعني هل هو متوارث؟ سؤال كويس. احنا بنلاحظ كتير انه في عامل وراثي مهم جدا في مشاكل الحموضة والفتق الحجاب الحاجز. بنلاحظ انه كتير مرات الاب او الام عنده المرض، بتلاقي حدا من اولاده او جزء من اولاده عندهم المرض، الاحفاد عندهم المرض. فلذلك في ترند، في توجه. قد ايه نسبة الوراثة فيه؟ هاي صعب اجاوبك بدقة، بس انه احنا بنشوفها كتير في حتى في حياتنا العملية الطبية، انه بنيجي بنسأل المريض طب انت بتشكي، في حدا بالعيله بيشكي؟ كثير منهم بقول لك اه والله اخوي بيشكي، ابوي امي عنده. بتشكي، ابوي بيشكي. لذلك كثير هاي ماشي بالعائله، فعامل الوراثي مهم وبيلعب دور في موضوع التعرض للحموضه والحرقه. وهلا زي ما عم بتقولي كمان، هو صاير من الاشياء اللي كنت بدي اركز عليها، انه يمكن المرض هذا صار مربوط بالعالم الجديد او العالم المتطور بسبب الوجبات الغير صحيه، الكحول، الكحول، يمكن السمنة السمنه والنصاحة. تعرف والزياده، في بلاد المرفهة اللي فيها رفاهية كبيرة، في مصاري كتير كل شيء ممكن بيوصل يكون. لعندك بالضبط ما في داعي تعمل شيء. بالضبط صحيح، فهذا كله بيلعب دور يعني. خلص ارجعوا للأصول أعزائنا المشاهدين، يعني الأكل الطازة من الحقل والمزارع اللي كانت عندنا وما زالت هي بتضلها الأنسب والأسلم. دائما عم نسمع هاي المعلومة بترجع لنا في كثير من الأمراض. دكتور فادي، العمر هل له عمر الارتداد الارتداد المعوي المريئي ممكن يحصل حتى المريئي؟ بالأطفال. بالأطفال بيظهر على شكل تقيؤ مستمر، بتلاقي الوالدة بتحكي لك إنه طفلي بضل يتقيأ بعد الأكل، فهذا ممكن يكون واحد من أعراض الحموضة عند الأطفال اللي بيقدروش يعبروا ويقول لك أنا عندي حموضة. ممكن وجع في رأس المعدة، التقيؤ المستمر يكون من أعراضه، فلذلك الوالدة لازم تعرض الطفل على طبيب الأطفال اللي ممكن يساعدها في التشخيص. الحموضة ممكن تحصل في أي عمر. هلا المشكلة الحموضة في الكبار بالسن في منها مخاطر، انه الانسان الكبير في العاده احساسه بقل في كل شيء، بحب يقل يعني احساس اصابعه بقل، احساس اجريه بقل، احساس المريء بقل، وبالتالي ممكن يكون عنده حموضه شديده وهو مش حاسس او بحس بشيء بسيط. لذلك شده الاحساس لا تنسجم دائما مع شده المرض، وبالتالي عند الكبار بالسن بنكون احنا حسنا مرهف اكثر انه ناخذ منه اي معلومه. لو قال لي انا عندي حموضه ولو بسيطه بالنسبه لي كثير مهمه عند واحد عمره 60 سنه تتكبر لدل. مقارنه بواحد شاب عمره 20 سنه، يعني قد يكون هذا عنده مشكله كبيره في مريئه لما تنظره، بينما ابن ال20 اللي بيشكي اكثر منه ممكن ما يكونش عنده شيء بالمريء لما تفحصه. فالكبار بالسن بننتبه انه اي اعراض حموضه بالنسبه لنا مهمه جدا. الشكوات البسيطة من الأطفال ناخذها بعين الاعتبار وما نطنشها، 100% ويمكن الفحص صحيح يريح طفلك أو ابنك أو بنتك صحيح لعمر لقدام. طيب، من العوامل المساعدة على تطور هذا المرض هل هو التدخين؟ في أنماط غذائية كتير وسلوكيات بتزيد من مرض الحموضة، فلذلك كتير مهم نركز على هذا الموضوع لأنه في هاي نوع من الوقاية. هلا بنعرف انه التدخين. بصير اقطعك بس تفضل هاي المرة عشان موسى ثالث مرة تفضل عم بيحكي معنا. تفضل تفضل موسى، انت على تفضل. الهوا، تفضل. الو، تفضل. اهلا سيد موسى، انت على الهوا. مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا. مساء النور، اهلا وسهلا. معلش يا دكتور، والله بدي اسالك، انا بصير معي مغص على الجهة اليمين تحت الضلع مباشرة، وبضرب على ظهري من الخلف وفي المعدة مغص شديد جدا، بحيث اني باخذ ابر حتى اوقف المغص. سويت صورة تلفزيونية للمرارة، بقولوا له ما في فيها اشي. نعم. فببعد عن، شو رايك بالموضوع يا دكتور؟ هو الوجع اللي على جهة اليمين من الضلوع عادة محصور بأعضاء معينة، اللي هي المرارة، الكبد، القنوات الصفراوية في العادة. ولذلك الألتراساوند بيساعد كتير، اللي هي الصورة التلفزيونية، لتمييز ما بين الكبد أو المرارة أو القناة الصفراء. فأنا بنصح والله بإعادة الألتراساوند عن طبيب مختص في الأشعة، لأنه ممكن يفيدنا. أعراضك كتير بتأشر باتجاه المرارة حقيقة، وأنه يكون في حصوات في المرارة، لأن الوجع عندك شديد وبضرب على الظهر. لكن بعض الأحيان ممكن يكون بس عبارة عن دهون على الكبد، فإذا في ترسب دهنيات في الكبد بسبب النصاحة أو قلة الحركة أو الأكل الدهني، ممكن برضه تعطيك أوجاع في منطقة الأعلى اليمين تحت الأضلاع مباشرة. أنا الألم بيجيني فجأة وبروح فجأة، شايف؟
نعم. عملوا لي الالتراساوند للمراره بس المراره ما ظهر فيها حصى شيء. نعم. ممكن انه المراره تعمل الم بدون حصى يعني؟ نادر جدا المرارة ممكن تسبب آلام بيسموها ديسكاينيزيا، يعني عدم انتظام في عمل المرارة، لكن هذا نادر جدا. وعادة احنا يعني نتردد انه نعمل عملية للمرارة لإزالتها بدون وجود حصوات فيها. فلذلك انا بقول زي ما حكى الدكتور برضو انه ناخذ رأي اخر في الأشعة اول شيء، ينعاد الالتراساوند عن طبيب يعني معروف بتمكنه من الالتراساوند حتى نتأكد من موضوع المرارة. مختص بصور الأشعة. نعم. طبيب مختص بالأشعة وهو اختصاص موجود للي صحيح. ما بيعرف. نعم. ونعمل فحوصات دم برضو لإنزيمات الكبد، لأنه ممكن تكون سبب المشكلة حصوات في القناة الصفراوية، وهي مرات ما بتظهر بالتصوير الأشعة، ممكن تبين معنا بارتفاع في إنزيمات الكبد. وسلامتك. شكرا لاتصالك سيد موسى، ان شاء الله يا رب يكون اعطاك جواب وافي. دكتور فادي ما قصر، مع انه شوي احنا طلعنا على الموضوع، بس قبل ما استقبل الاتصال بدي اسالك، ممكن موسى الوجع على الجهه اليمين زي ما عم بيحكي وعمل الترا ساوند، نقول يعني بس فرضا نشكك يعني شوي، مع انه مش صحيح انه نشكك، ممكن يكون له علاقه بالارتداد المريئي؟ ارتداد المريئي عاده ما بيكون على اليمين، وعاده بيكون في منتصف الضلوع بالنص وبيطلع لفوق باتجاه اعلى الصدر، وبكون معه اثار زي ما اتفقنا، حموضه او حرقه، احساس باللسعه هذا الموجود. لكن انه يكون مركز على اليمين كثير كثير نادر، كثير اكثر بنسميها يمكن من مواصفات الكاركترستيك لشيء ثاني. هذا هاي دلاله بيستخدموها الاطباء لما تقول انت على اليمين تحت الضلوع، بتخلينا نبعد نفكر ارتداد مريء ونفكر اكثر باللي قالك اياهم دكتور فادي، المراره، الكبد، القنوات الصفراويه. معنا اتصال ثاني من وائل، تفضل يا وائل. مساء الخير دكتور. اهلا، مساء النور. كيف الحال؟ عساك بخير. احنا الحمد لله. تفضل يا دكتور فادي، معك. الله يسلمك. حبيت امسى على الدكتور فادي وحاب احكي له في صحيح. عندي انا دائما ماشي دكتور، انا في دائما بشكي بحموضه. حموضه عندي يعني مش دائما باستمرار، لكن بعض في الاسبوع بجوز مره مرتين، حتى بعض مرات ما برتاح غير لما استفرغ. أكثر إشي الحموضة بتجيني دكتور بفصل الشتاء، بتكون متكررة مش زي فصل الصيف. فصل الصيف يعني بجزء من كل أسبوعين ثلاثة هيك بتجيني مرة، لكن بالشتاء يعني فصل الشتاء يعني بيزيد أكثر. يعني طبعا أنا بأخذ إلها مهدئات مسكنات يعني فمودار ومشتقاته وتمشي معي الامور، لكن يعني بدي علاج قطعي لها، يعني شو الحل اللي بريحني يعني. نعم. وشكرا. اهلا وسهلا. يلا يعزك. هلا يعني عم بقول وائل انه عم بتصيبه حموضه متكرره. نعم. وعم بقول مره او مرتين بالاسبوع، انا اتوقع انه هذا يعني شوي كثير. نعم. يعني وفي لما تقول لي مره او مرتين بالاسبوع اتوقع انه هذا بسميها فريكوينسي او تكرار، في صح. في نمط تكرار. نعم. فيها. وبس بالصيف اكثر، بالشتاء اكثر عنده، بالشتاء اكثر عنده، بالصيف اقل. نعم. هو هيك عم بشكي. اها. طبعا قد يكون الفرق بين الفصول بين الشتاء والصيف، يعني في ترند عند الناس او توجه انه يزيد وزنهم بالشتاء. أه. بسبب انه الحركه بتقل، بتعرف بالصيف الواحد بيروح بيزور بيتحرك بيمشي بيلعب رياضه اكثر، لذلك يعني الوزن لو اخذناه بالمعدل عند الانسان قد يزيد في فصل الشتاء او يقل في فصل الصيف. ومعروف انه الوزن كثير مهم، له علاقه مباشره رح نحكي عنها لقدام شوي، بالارتداد المريئي. وبتستغرب يمكن 2 3 كيلو بيفرقوا كثير. فهذا واحد من اسباب القعده بالشتاء والاكل ثم انه بسبب البرد الناس ممكن تكثر من الاكلات اللي بتعطيها الدفء، اللي هي الحلويات، الاكلات عاليه الكالوريز، عاليه السعرات الحراريه، وهذا برضه كله بيساعد في موضوع زياده ارتداد الحامض. فقد يكون فصل الشتاء انه يزيد عند بعض الناس اعراض الحموضه والحرقه. هلا موضوع الحموضه يعني متشعب، كيف بدنا نعالجه؟ ممكن نحكي لقدام شوي، انماط غذائيه بدك تغيرها، الدهون بدك تقلل منها، الزيوت، الحلويات، بدك تقلل من اكل العشاء بالليل، اذا كان عندك زياده وزن بدك تنزل الوزن، اذا بتدخن كثير مهم توقف الدخان حتى انك تساعد مشكلتك للمستقبل، ما تضلش الموضوع مزمن عندك. وقفنا على هاي النقطه قبل ما بلشنا نستقبل بعض الاتصالات، انه التدخين كيف عم بيأذي مرضانا؟ الدخان بيلعب 3 عوامل بيزيد الحموضه، واحده منها انه الدخان بيزيد من ارتخاء الصمام.
احنا قلنا في صمام بيفصل المريء عن المعده، وهذا الصمام المفروض يكون مغلق الا عند الا عند البلع. هلا هذا واحد من اسباب اللي بترخي الصمام زياده اللي هو التدخين، وبالتالي التدخين لما بيرتخي الصمام معناته عم بيسمح للاكل ينزل ويطلع، وكذلك الحامض يتحرك. فبالتالي واحده من اسباب ارتخاء في الصمام زياده بسبب الدخان والارجيله. رقم اثنين انه بيزيد من افراز الحامض نفسه في المعده، الدخان بيعطي اشارات بيزيد من افراز الحامض انه تفرز اكثر، وبالتالي الفوليوم هذا الحجم بيزيد، وبالتالي ارتداده بيزيد لانه زادت الكميه. رقم ثلاثة بيقلل من افراز اللعاب، واللعاب معروف عنه انه هو عباره عن وقايه، انه لما بينزل اللعاب على المريء كانه عم بشطف، عم بغسل هالاثار الحامض عم بتنزلها على المعده. فلما يقل اللعاب معناته انت خسرت عامل حمايه مهم جدا في الوقايه من الحامض، انك انت عم بتخففه باللعاب، فالدخان بيقلل اللعاب. لذلك هاي الاسباب الثلاثه مجتمعه معروف انها بتزيد من مشكله الحموضه. معظم مرضانا اللي بيدخنوا بنقول لهم وقفوا الدخان ضروري جدا اذا عندكم شكوى لارتداد الحامض، وكذلك الارجيله بينطبق عليها نفس الكلام. اوكي، فمن عاداتنا بالمجتمع اللي ممكن كثير يكون لها علاقه بالارتداد المريئي هو الارجيله اللي بنشوفها بكل مكان، والدخان اللي برضه بنشوفه بكل مكان. ان شاء الله يا رب تقل هاي العادات من وطننا العربي كله اجمع. القهوه، نشرب قهوة كتير احنا، وهلا قبل شوي حكينا انه القهوة، نشرب قهوة الصبح، نشرب قهوة الليل، بنضيف قهوة، بنشتري قهوة، بنجيب قهوة. شو قد ايه ارتباط القهوة؟ برضه القهوة والشاي اذا بكثرة بكميات كبيرة الكافيين اللي فيها بزيد من ارتخاء الصمام، وبالتالي انا بفضل انه هاي تكون محدودة كميتها. يعني لو واحد لو شرب له فنجان فنجانين قهوة، كاسة شاي او كاستين باليوم بيكون كافي وزيادة. اذا نحكي معيار قد ايه يعني؟ يعني كل ما قلل كل ما كان احسن طبعا. لكن انه ما يزيدش كثير، في ناس بيشربوا 10 15 فنجان مجموعين قهوة مع شاي باليوم، وهذا بزيد من شكل الحموضة الشديدة. لذلك اذا الواحد بيشكي من حموضة يفضل انه يقلل كثير من الكميات اللي بيشربها، وخصوصا اذا فيها سكر، لانه برضه السكر حلويات والحلو معروف انه بيساعد على السمنه. ايوه بيساعد على السمنه وبيساعد على ارتخاء الصمام، فالحلو برضه سبب ثاني. يعني لو بيجمع الواحد كم كميه السكر اللي استعملها بالقهوه والشاي بيستغرب قديش كميه السكر اللي استعمله في اليوم. وممكن مرات هذه الكميات اذا بنيجي بس هيك نتطرق لموضوع صغير، ككميات كافيه بالنهار لطاقه الجسم بالزبط. مرات السكر اللي بناخده بغطي الكميه 100% كلها، ببطل حاجه لاكل بالزبط. المريض يعني اذا بدنا نحكي سعرات حراريه بتؤدي للسمنه ومشاكلها. هلا اذا بدنا نحكي اسباب اخرى غير الاكل والعادات، الاكل والدخان والكحول والجينات، ايش ممكن نضيف؟ السمنه رقم واحد بتيجي هون. السمنه زياده الوزن معروف انه كثير بتلعب دور، لانه السمنه البطن بيكبر بيزيد ضغطه على المعده، فلما بيزيد البريشر او الضغط على المعده بيزيد من ارتداد الحامض لفوق، وبالتالي معروف انه السمنه تلعب دور كتير مهم في ارتداد الحامض. الناس اللي عندهم وزن زائد وعندهم حموضة أول شيء منركز عليه هو تنزيل الوزن أكثر من نحكي عن الأدوية، لأنه تنزيل الوزن هو نفسه علاج، ولاحظوا يمكن أول خطوة مؤثرة كتير مهمة نحو راحة، لأنه هاي بتحل مشكلته بشكل جذري بدون ما يحتاج لأدوية، وبتحل هالمشكلة المزمنة اللي عنده. وقد يستغرب الناس انه 2-3 كيلو بيعملوا فرق كتير كبير. ممكن فالواحد ممكن يكون الحل دكتور؟ نعم. ممكن ما يأس الانسان لو نزل 3 كيلو بحس بفرق كبير جدا، مش شرط ينزل 10-15 كيلو حتى يحس بالفرق. لذلك الناس بننصحهم حتى الناس اللي عندهم سمنة شوي بسيطة زيادة عن الطبيعي لو نزلوا 2-3 كيلو بتساعدهم كتير بموضوع الحموضة، ممكن كتير اريح. طيب يعني بنرجع بنشدد على الرياضة والعادات الحسنة، انه التخفيف من الوزن حسب ما بيقولنا دكتور فادي دياب وحسب ما بيقول الطب، مو هذا يمكن كلنا بنوافق عليه، الرياضة صديقة لكم، خففوا وزنكم، بلاش هاي الحرقة تروحوا تاخذوا حبوب وعلاجات، دائما بنميل لهذا الشيء، الحل بيكون بسيط، امسك نفسك شوي، التزم بنظام غذائي اصح.